عبد الرؤوف حسن بتلمال عميد بلدية طرابلس المركز. اليوم ندوة تجمع بلدية طرابلس المركز وبلدية بوسليم لبحث أوجه التعاون بين البلديتين. يقوم بتنظيمها المعهد الدولي وهو منظمة دولية تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني داخل ليبيا لتوسيع وتكريس مفهوم الحكم المحلي والإدارة المحلية. فبالتالي احنا اليوم الآن موجودين في هذه الندوة للنقاش ولطرح أفكار ساعدنا في تنمية أوجه التعاون بين بلديتين، طبعا كخطوة أولى لدعم أوجه التعاون بين البلديات الأخرى اللي تكون مدينة طرابلس وهي 5 بلديات، بالإضافة إلى ربما 13 بلدية تكون طرابلس الكبرى. فهذه البداية ونتمنى أنها تكون ناجحة وإن شاء الله أن تكون فيه ندوات أخرى لاحقة عن قريب تضم بلديات أخرى بالإضافة إلى طرابلس المركز. كما لا ننسى أن نشكر المعهد الجمهوري والمبادرة الليبية الانتقالية على هذه الاستضافة ودعم هذه المبادرة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الحراري. كما نعلم أن بلديات طرابلس تتكون من 13 بلدية بموجب القانون 59 أنشئت هذه البلديات. توجد العديد من المصالح بين كل البلديات. بوسليم لديها خصوصية خاصة في مثل هذه الأشياء من المواقع، خاصة في المكب المرحلي على مستوى طرابلس يوجد في بلدية بوسليم، محطة التنقية على مستوى طرابلس توجد في بلدية بوسليم. نتمنى بحث العديد من المشاريع وأوجه التعاون بالمشاركة. حاليا ستكون هذه الافتتاحية مع بلدية طرابلس المركز، وفي المستقبل نتمنى كل البلديات خاصة المجاورة لبلدية بوسليم، عين زارة، حي لندلس وسوق الجمعة. حقيقة كنت قد أعيد لمثل هذه الورشة، وهي من العناوين التي اختيرت بدقة، وأنا جد سعيد لأن أكون مشاركا في أعدادها لأسباب عدة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه الإدارة المحلية الناشئة أن تنطلق إلا بتعاون هذه الوحدات المكونة لهذا الجسم. أعتقد أن قانون الإدارة المحلية لسنة رقم 59 لسنة 2012 قد عطل في جله، تجاوزنا المحافظات، تم إنزال كافة اختصاصاتها للبلديات ما عدا بعض الاختصاصات التي عددت في القانون. أصبحت الإشكالية كبيرة جدا في كيفية تطبيق هذا القانون، ونحن نتكلم على التعاون بين البلديات. لابد أن نعطي فكرة بسيطة جدا على هذه البلديات وكيف نشأت، ثم مهام هذه البلديات حتى نستطيع أن نتكلم بشكل موجز بعد ذلك، لنترك المجال لحوارية بين البلديتين والتي نطمح من ورائها أن نرى أوجه تعاون عملية نتمنى أن نخرج بها في نهاية هذه الجلسة. إذا كان توزيع الاختصاصات في مجمله أخذ قانون 59 بأفضل ما وجد في العالم في طريقة توزيع الاختصاصات، عندما أقول هذا ليس للشكر ولكنه حقيقة، لأن ما هو معروف الآن أما توزيع الاختصاصات على سبيل التحديد أو توزيع الاختصاصات بوجه عام أو الجمع بين المعيارين، وهو الطريقة التي شكرتها ووجدتها الأمم المتحدة واعتبرتها أفضل الطرق، وهو ما أخذ به قانون الإدارة المحلية عندما قال تختص البلديات بوجه عام بكل ما هو من شأن المحلي، ثم في النهاية قال وعلها على الأخص، وحدد بعض الأمور على سبيل التحديد، وبهذا الجمع بين الطريقة العامة وطريقة التحديد الاختصاصات المهمة. في هذا الأمر يعطي لنا فكرة بسيطة وموجزة وسريعة بأن البلديات ووحدات الإدارة المحلية تختص بكل ما هو من شأنه من الشأن المحلي داخل في هذا إطار هذا القانون. ثم أن هذا القانون قد جعل بعض الاختصاصات حقيقة، ولكنه أفرد وقال مثلا تقترح البلدية الرسوم المحلية. كثير من الأخوة انتقدوا كلمة تقترح، لأن المفروض أن البلدية هي التي تفرض رسوم محلية،
ولكن يجب أن نفهم جيدا بأن هذا القانون قد خرج في وقت لا توجد فيه أي لائحة من اللوائح المالية للبلديات، ولو ترك للبلديات بغير وجود لوائح وتنظيمية وهادفة لانطلقت بلديات في فرض رسوم أحيانا قد تشط بها على الطريق المستقيم، ولا نتكلم على كافة البلديات، يكفي أن يخرج على هذا الطور وهذا النطاق بعض البلديات. ولهذا وجدت تقترح التي يفترض الآن أن تتحول مع تطور البلديات إلى أن البلديات تكون لها الفرصة السانحة فأن تفرض، ولكن بشرط أن تخرج اللائحة الخاصة بالرسوم البلدية في تحديد كيفية اتخاذ القرار، في كيفية تحديد ما هي الرسوم البلدية التي تستطيع البلدية. للأسف في غياب سلطة مركزية يبقى على الإدارة المحلية الأهمية ويبقى لها الفرصة الكاملة في تكوين هذه السلطة المركزية، لأنها هي التي تقود البلاد في هذه الفترة. اختصاص الوحدات المحلية للأسف من الصعب جدا الآن تحديدها في ظل قانون 59 لسبب صغير جدا، وهو أن هناك وحدتين للإدارة المحلية للمحافظات والبلديات. للأسف أوقف الآن إنشاء المحافظات، ورأينا الربكة التي حدثت في الإدارة المحلية لعدم وجود هذه المحافظات، أصبحت الحدود غير محددة بين البلديات، أشياء وإشكاليات في التعاون أدت إلى أن تكون البلديات وحدات شبه مركزية أكثر ما هي وحدات لا مركزية، تنحو دائما إلى السلطة المركزية اللي هي الحكومة ووزارة الحكم المحلي أكثر من وجود سلطة محلية فوقها تتعاون معها في إطار أوسع إقليميا. كيف يمكن الآن أن نحدد اختصاصات البلديات كما جاء به قانون 59 إذا ما أضيفت لها أيضا اختصاصات المحافظات بناء على التعديل الذي حصل في قانون رقم 13 رقم 9 قانون رقم 9 الذي أنزل هذه الاختصاصات؟ إذا ما عرفنا بأن إذا كانت البلديات هي وحدات خدمية وقريبة جدا من المواطن وهي الوحدة الحقيقية في الإدارة المحلية، فإن المحافظة هي وحدة اصطناعية يعني لها مجموعة من المهام، فهي وحدة رقابية، وحدة تنسيقية، وحدة تنموية، هذه التخصصات وحدة أمنية أيضا لا يمكن إنزالها لوحدة أصغر طالما هناك وحدة أكبر. ولهذا انتقلت هذه الاختصاصات من على القانون الأخير المعدل إلى البلديات، الأمر الذي أصبح معه من الصعب جدا أن تتكلم على اختصاصات البلديات والوحدات المحلية منفصلة بلديات ومحلية. الأمر الذي يدفعني للقول بأن الفرصة الآن سانحة أمام طرابلس، أمام كثير من الوحدات المتجانسة، أن تبدأ من الآن في دراسة وإنشاء هذه المحافظات التي نعتقد ولازلنا نعتقد بأنها الوسيلة الأقرب والأفضل للخروج من هذه الأزمة الخانقة. من الذي يدير الدولة في هذه الفترة؟ لا أعتقد بأن الوزارات لها مكان في القطرون، ولا أعتقد حتى في طرابلس المركز ولا بوسطيل. الدولة التي لم تستطع الآن حتى تأمين ميزانيات هذه الوحدات المحلية التي تشتغل بكثير من الجهود، وأنا شخصيا حقيقة لما أقف أمام مهام هذه الوحدات أقف وحقيقة بكامل الاحترام والتقدير بالرغم من كل ما يقدم النقد، يجب أن نعلم أنها تشتغل في ظل ظروف لا أقول قاسية ولكنها ظروف ليس لها أفق واضح جدا أمامها تستطيع أن تعطي ما يجب أن تعطيه أو تمارس مهامها بالشكل المطلوب. إذا كانت البلديات تعتمد في الأساس على ما تقدمه السلطة المركزية من دعم، وهذا سيقلل من استقلالياتها حقيقة، وعليها أن تنحو نحو كثير من التنمية المحلية وإيجاد وسائل تمويل خاصة بها حتى تستطيع أن تنحو نحو كثير من الاستقلالية، إلا أنها في الوقت الراهن بدأت بداية للأسف في ظروف جد صعبة ما نملكه إلا الدعاء، وأن نحاول معها إيجاد سبل لإيجاد تمويلات أكثر. ولهذا كانت أولى النصائح التي قدمت لهذه البلديات أن نبدأ بتحديد الأولويات العمل البلدي، لابد أن نحدد ما هي ممتلكات البلديات الموجودة حقيقة. لو استطعت الآن طرابلس المركز أن تقول أنا عندي الآن من الممتلكات 1، 2، 3، و4 في سجلات واضحة جدا وتحفظ ممتلكاتها، لو استطعت بوسطيل تستطيع أن تضع خطة لإيجاد ميزانيات مستقلة عن السلطة المركزية تستطيع عن طريقها الانطلاق في هذه الفترة. من أولويات العمل البلدي أيضا تحديد هذه الحدود، وللأسف
كنا نتمنى أن تكون المحافظة هي الأساس، وداخل هذه المحافظة من السهل جدا أن تكون هناك حدود للبلديات انطلاقا أيضا من المحلات. للأسف هذه أيضا ضربت في مقتل بإلغاء المحافظات. أوجه التعاون الذي نتكلم عليه دائما بين البلديات هي الطريقة حقيقة التي توجد عندما يكون العمل البلدي عمل متشرتع، عمل واسع وغير محدد بقانون واضح. عرفت هذه منذ فترات عندما بدأت فكرة التنمية المحلية في الثمانينات، بدأت كردة فعل على ماذا؟ على التدخل الدولة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت ظروف صعبة جدا اقتصادية، كانت الدولة حتى الدول الرأسمالية في ذلك الوقت اتجهت إلى نوع من التدخلية في الاقتصاد وفي الإدارة حتى تستطيع أن تضمن كثير من المرافق وخدماتها. في الثمانينات وجد إن هذا التنظيم المركزي للتنمية الذي فرضته ظروف الحرب في ذلك الوقت إن أدى إلى كثير من التهميش وإلى كثير من المركزية، يعني جهات معينة أخذت حظها من التنمية في حين جهات أخرى لا زالت بعيدة عن هذا، لأن الدولة تضع أولويات معينة في هذا الأمر. ولهذا بدأ الانطلاق نحو ما يسمى بالتنمية المكانية أو التنمية المحلية. الآن داخل هذه التنمية المحلية يكفي أن نقول لكم يا إخواننا بأن 104 بلدية في دولة زي ليبيا أمر قلنا ونقول ونكرر أنه ليس بالأمر الطبيعي لأبعد الحدود، لدرجة أن في بعض البلديات لا يتجاوز عددها 3500 ساكن. مثل هذه الأمور أنا أتمنى أن مع الوقت ستنشأ تعاونيات بين هذه البلديات وسينسى عمل مشترك سيؤدي إلى التحام كثير من البلديات من هذا النوع، بل إن داخل حتى بلديات طرابلس حقيقة الآن الإشكالية وين؟ لأنه ما هو شأن محلي اليوم داخل هذه البلديات الصغيرة الرقعة؟ إذا أمرتنا أن نقوم بعمل مشترك من البلديات، إن لم يكن هناك عمل مشترك وأردنا أن نقوم بأي عمل حتى مد أسلاك كهرباء أو المجاري عفاكم الله، فالبلدية لا أعتقدش أنها تستطيع أن تكتفي بهذا الأمر داخل حدودها. إذا ما تجاوزت حدودها ينتقل العمل من عمل محلي إلى عمل مركزي ويبدأ عند رئاسة الوزراء وزارة الحكم المحلي، وهذا ما أريد به أساسا عندما ألغيت المحافظات. أريد بأن تكون كل هذه التقسيمات الجزئية والفرعية تحت رقابة سلطة مركزية هي التي تعطي وهي التي تنهي، وبهذا حقيقة قتل الاختيار الاستراتيجي للليبيين اللي هو الذهاب نحو لا مركزية تسمح لهذه الدولة بإدارة نفسها من القاعدة، وتسمح لهذه البلديات والوحدات الإدارة المحلية أن تكون دولة، دولة الرفاه التي يتمناها الجميع. من الذي يستطيع أن يقدم الخدمات؟ هل من يقدم الخدمات في طرابلس مركز البسليم هم أهل بسليم، هي البلدية بتاع بسليم أم السلطة المركزية؟ لو قلنا أن السلطة المركزية قد تكون قريبة من طرابلس المركز في القطرون وفي مساعد وفي راس جدير وفي ودان وفي غيرها، من الذي يقدم هذه الخدمات بهذه الطريقة؟ عند دولة مفككة الأوصال، عند دولة السلطة المركزية أصبحت فيها سلطات والسلطة التشريعية أصبحت سلطات أيضا. أنا أعتقد أن القانون 59 لا زال يحمل هذا الاسم من أكثر القوانين التي توحد ليبيا الآن، القانون الوحيد الذي تقريبا من القوانين البنيوية التي تطبق الآن في كامل إرجاء ليبيا والاستشارات فيها واحدة. الأمر الذي يدفع للقول إن التعاون بين البلديات اللي هو أساس هذه المرشة الآن هو السبيل الآن للخروج من أزمة سواء الأزمة القانونية التي نعيشها في هذا القانون أو الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. الآن لو تكلمنا على التعاون بين بلديتين لابد أن يكون عن طريق ماذا؟ طبقا للقانون لابد أن يكون عن طريق المجلس التخطيط الإقليمي. جيد، مجلس التخطيط الإقليمي لم يقم بعد لأنه قائم على المحافظات وعلى البلديات. رأيتم كيف تشرذم القانون بهذه الطريقة بإلغاء أهم وحدة من وحداته؟ في هذه الحالة كيف سيقوم التعاون بين البلديات؟ ولهذا أعتقد أن المبادرة الآن في التعاون المشترك لابد أن يكون لها نوع من التفكير، أن تكون هناك نوع من المبادرة والاستقلالية في اتخاذ القرار والذهاب إلى الأمام. إذا ما أردنا الإبقاء على فكرة المركزية كاختيار استراتيجي، أنبه إلى نقطتين ليترك النقاش حتى لا أطيل عليكم. النقطة الأولى أن لا يمكن بأي حال من الأحوال نتكلم
على التعاون بين البلديات دون التكلم عن الآليات القانونية لهذا الموضوع، لأنك أنت لابد أن تخرجها في مخرجها القانوني السليم. ولهذا احنا محتاجين إلى ورش عمل مع الإدارات القانونية داخل هذه البلديات، مع عمداء هذه البلديات، حتى نستطيع ومجالسها المحلية، حتى نستطيع أن نضع إطار قانوني نستطيع عن طريقه الانطلاق، ولا نواجه بهذا الكم المبعثر من التشريعات القديمة التي يعمل في محيطها وفي بيئتها قانون 59 ل2012. هذا من جانب. الجانب الثاني إن مثل هذه التعاونيات، مثل هذا العمل المشترك بين البلديات سيؤدي إلى التزامات مالية. كيف يمكن أيضاً أن ندخل هذه الالتزامات المالية داخل ميزانية البلديات من جانب، أو ممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك لإخراج نوع من المبادرات الجديدة، مثلا صندوق الإقراض البلدي اللي هو موجود في كل مكان، ولكن ممكن يجبر 4-5 بلديات تستطيع البلديات عن طريقة القيام بالمشروعات المشتركة وتوزيع النفقات بينها بشكل الذي يرى، قد يكون بشكل متوازن، قد يكون بشكل غيرها، ولكن هذه من الأمور الأساسية. الآن الدولة لا تستطيع حتى تجميع أو الضرائب الوطنية لا تدفع في الدولة الليبية الآن. ما رأيكم لو إن هذه الدولة، لو إن هذه الحكومة التي ترى في هذه الوحدات المحلية جزء لا يتجزأ، لأن عندها شخصية اعتبارية ضمن المالية، أن تكون هناك عقد وكالة بين الدول. في كثير من الدول السلطات المحلية هي التي تجبي الضرائب الوطنية وتأخذ نسبة على الجباين تحتها. فلو تركنا الآن لبلدية طرابلس وبلدية مسلم أن تجبي الضرائب الوطنية في السيادية التي في إقليمها وتأخذ نسبة معينة لهذه الإدارة، ثم تورد بعد ذلك لخزانة الدولة، نضمن أن هذه الضرائب ستستمر؟ أن ميزانية الدولة سيكون لها هذا المورد المفقود الآن؟ بالإضافة لذلك أن تكون هناك نوع من الشراكة ليس بين البلديات فقط، بل شراكة بين البلديات والسلطة المركزية، وهو العمل الأساسي للإدارة المحلية. الإدارة المحلية ليست منافية لفكرة المركز، ولكن هي اقتطاع من المركز، ولهذا لابد أن يكون هذا التعاون تعاون حثيث بين الاثنين. أنا أعتقد أن الإخوة في جلساتهم، وجلسنا معهم جلسات مقدمة لهذه الورشة، وتكلموا على كثير من أوجه التعاون التي نعتقد اعتقاد راسخ بأن هذه أوجه التعاون، سواء كان في الأمور الاستراتيجية الكبرى، سواء كان في الأمور الأخرى، هي الأساس الذي ممكن أن تستمر به الإدارة المحلية وتقدم خدماتها للمواطنين. الآن نمر بأزمة خانقة. كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة إذا لم تكن في بوسليم وطرابلس المركز والبلديات المجاورة أن تكون فيها خلايا لإدارة الأزمة، ثم تلتقي هذه جميعها حتى تخرج بهذا الأمر؟ يعني ممكن جدا أنت تضطر الآن، هناك مركب للقمامة المرحلي بوسليم، هناك مركب نهائي في سيدي السايح، باش تقسم التعاون والدير، كيف تهرب من هذه الجوانب السيئة البيئية التي تخلقها هذه الأشياء؟ ما يكونش اللي بتعاون البلديات، ولا سنضطر وسنستمر في عملية تقفل هنا، سكر هنا، دير هنا، هذا لي، هذا لي. بعض البلديات ليس لها حتى مقابر. إذا ما كانش هناك تعاون مشترك، إذا أردنا أن نضع هذه الحدود بين هذه الدول، ما عادش نلقى بعض البلديات حتى وين تدفن أبنائها.